مريم شديد هي أول عالمة فلك عربية تصل إلى القطب الجنوبي، فما هي جنسيتها؟ مغربية. مغربية. أحمد أمين، تعرف مين مريم شديد أصلاً؟ هي وصلت عام 2005 مع فريق دولي استهدف بناء مرصد عالمي في القطب الجنوبي. 2002 حصلت على رتبة عالمة فلك وطنية. فين؟ في فرنسا. بيحصل عليها 2 كل سنة من 300 شخص. ومغربية؟ إجابة صحيحة، حصلت على وسام ملكي من الملك محمد الخامس. وطبعا لازم نحيي العالمة مريم شديد.